بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تفسير رؤيا من تلا صورة النمل في منامه أو من قرأ منها شيء فلها أوجه تأويل. أوجه التأويل لصورة النمل اللي هو بيقراها ليس بيسمعها، يقراها ما سمعهاش من حد كان بيتلوها عليه أو حاجة زي كده. فأوجه التأويل ليه يكون تليها، يكون له شأن عظيم بين الناس، وتليها يدليل له على العلم والملك والفهم، ويرزق علما فريدا أو علما خفيا أو علما مميز، علم ربنا يوهب له علم من العلوم اللي هي زي علم البصيرة وحاجة زي كده، علم لا يدرس، يهب الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. دليل على استجابة الدعوة، يكون مستجاب الدعوة، وده يعتبر دليل برضو على الالتزام بالطاعات والعبادات، ويعتبر الصدق والصلاح إن شاء الله. برضو دليل على تليها دليل على علو الإيمان وعلو الهمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتليها يكون رحيم بالضعفاء، حتى اللي هو بيشوف حاجة زي كده دليل على ان هو عنده القدرة ان هو ينفذ رد فعل لأي افعال للآخرين، ولكن عند ضعفهم يكون رحيم، بيترك الامر لله سبحانه وتعالى. هذا والله اعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.